أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها أعلنت محافظة أسوان بدء تسليم 957 قطعة أرض بالمنصورية الجديدة. كمان في محافظة سوهاج تم الإعلان عن توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لحوالي 17 مدرسة ومعهد أزهري. كمان في الدقهلية وكل أهالي الدقهلية الخبر ده مهم جدا، الكهرباء هتقطع عن 3 قرى بمدينة أجا بسبب أعمال الصيانة، فمهم جدا انتوا تاخدوا بالكم وتعملوا ايه احتياطاتكم. اما في المنوفيه فتم طرح 12 مدرسه جديده لتقليل الكثافات الطلابيه بالمدارس. اخبار خدميه كتير شهدتها المحافظات، من بينها ان محافظه اسوان اعلنت عن البدء في اجراءات تسليم قطع الاراضي بتقسيمات المنصوريه ل 957 منتفع، وده داخل 5 مجاورات والواقع على مساحه 600 فدان، وبيتم رفع احداثيات كل قطعه لتكون جاهزه للتسليم. كما تقوم مديريه الاسكان باعداد تصميم ليكون نموذج ثابت يتم تنفيذه بكافه القطع حتى تتحول القريه لشكل جمالي نموذجي وراقي. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 17 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة 2.6 مليون جنيه لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. افتتحت محافظة البحيرة أول مركز متخصص لمرضى السكري، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة لتشخيص وعلاج المرضى وتقديم رعاية شاملة ومتكاملة لهم، وبيشتمل المركز على فريق متعدد التخصصات المعنيين بمرضى السكري بتشمل العيون وجراحة الأوعية الدموية وأمراض القلب والأسنان وأمراض الكلى. كما يتم عرض مرضى السكري على الفريق الطبي للكشف المبكر عن المضاعفات وعلاجها في مراحلها الأولية. في الدقهلية أعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا فصل الكهرباء لإجراء عمل صيانة والفصل من الساعة 9 حتى الانتهاء من العمل، وطالب مجلس مدينة أجا الجهات المعنية الأخذ في الاعتبار التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع. أعلنت محافظة المنوفية طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي بمراكز الشهداء وشبين الكوم ومنوف وأشمون وأوسنا والسادات والباجور بإجمالي 257 فصل دراسي ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث إن المدارس تضمنت إنشاءات جديدة وإحلال كلي وجزئي وصيانة وتوسعات. شهدت محافظة الشرقية تقديم الخدمة لأكثر من 2700 مريض وإحالة 14 حالة لإجراء عملية جراحية بفقوس، وبتعد هذه القافلة الأولى منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. واشتملت القافلة على عدد 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية هي البطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، والرمد والأسنان. في الوادي الجديد أعلن فرع المجلس القومي للمرأة استخراج 600 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات والطالبات ب 16 قرية بمراكز الدخلة والخارجة وباريس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. شهدت محافظة المنيا بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد بمصنع المنيا للصناعات الدوائية في المنطقة الصناعية بالمحافظة عقب الاستجابة لحل مشكلة الكهرباء بهدف تعزيز الإنتاج الدوائي الموجه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن انضمام 19 مدرسة جديدة لمنظومة المدارس اللي بتستوعب طلاب المحافظة بعد إتمام أعمال الإنشاء والتجديد والتوسعة والإحلال لها بتكلفة 144 مليون جنيه تقريباً، بالإضافة لاكتمال أعمال الصيانة ل 27 مدرسة أخرى تمت بها أعمال الصيانة البسيطة.